اهلا بيكم، انا محمد بسيوني مدير مبيعات شركه بروتك للقروي الشرقيه في بي سي. بروتك هو القطاع المصري او دي شغلته في السوق القطاع المصري. الشركه دي ابتدت من 6 سنين بالظبط، كانت شركه رائده في مجال السحب وعملت طفره نوعيه في السوق المصري في سحب قطاعات البي بي سي. بروتك ابتدت من نهايه القطاع الالماني، بمعنى انها اشتغلت بالمواصفات الالمانيه اللي كانت موجوده في السوق في التوقيت ده وبدات تعلي عليها تزود عليها. يعني ما نزلتش تنافس القطاعات الاخرى الموجوده في السوق، لا تعتبر قطاعات شعبيه. قطاع بروتك الخامات بتاعته مقسومه جزئين، جزء الريزن نفسه اللي هو خام البي في سي نفسه، والخام ده بيجي من شركه العمريه وده اجود انواع الخام على مستوى العالم، يمكن احسن كمان من الخام الامريكي. والجزء الثاني من الخامه جزء الاضافات الادفنس، والاضافات دي احنا بنجيبها من بلوخر من المانيا علشان نضمن جوده القطاع اللي هي زي التيتانيوم والاضافات المختلفه، يعني المثبتات بتاعت القطاع اللي هي بتفرق قطاع عن التاني. الخامات دي كلها بتيجي من المانيا بالفواتير، بيبقى جارانتي على القطاع 10 سنين. طبعا احنا عندنا في البروفايلز احنا اكتر شركه عندها تنوع في القطاعات، الشركه الوحيده اللي عندها 4 بروفايل والخامس ان شاء الله الشهر الجاي هيبقى موجود. الاربع بروفايلات عندنا قطاعين جرار وقطاعين مستقر. الجرار احنا عندنا 2 سيستم، سيستم ال 125 اللي هو اسمه بانوراما، ده هو اللي ورانا دلوقتي. مميزات السيستم ده ان عرض الجلسه فيه 12 سم ونص. طبعا لما يبقى عندك جلسه 12 سم ونص وحجم ضرفه بالحجم ده فانت تقدر تعمل اي سبان مهما كان مساحته، ممكن توصل بيه 2 ضرف عادي جدا، حركه الضرفة عاديه جدا جدا وسموث ما فيهاش اي مشكله. في حاجه برضو في القطاعات البي بي سي البروتك مميزه وما كانتش موجوده عند اي حد ومش موجوده عند اي حد، التراك البي بي سي. احنا القطاع الوحيد تقريبا اللي بيركب له التراك ده، وهو تراك معمول من البي بي سي بس اصلب شويه، وده طبعا مع العجل بيقلل الاحتكاك جدا 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 جدا، واللايف تايم بتاعه مثلا 10 سنين. انا يعني طول شغلي في بروتك بقالي دلوقتي 3 سنين ما جاليش منه اي شكوى. هو اصلا شكاوى القطاعات في بروتك تكاد تكون صفر، انتوا عارفين انا في اسكندريه، يعني الشتاء، يعني الحراره الجامده في الصيف، يعني جو الساحل عامه واسكندريه جو صعب طف. طيب نخش على القطاع الجرار الثاني، القطاع ال 88 واسمه كلاسيك. القطاع ده من القطاعات المحترمه جدا، من القطاعات المحترمه اللي موجوده عندنا في بروتك بارك، والقطاع ده زي القطاعات الموجوده في المركز، القطاع العادية. القطاع ده عرضه 8.8. طبعا نفس التراك، نفس الفكر، نفس الطريقة، وحجم الضرفة المحترم الكبير الضخم. طبعا احنا عندنا كل جوه كل سيستم عدد غرف لا نهائي، يعني الضرفة الكبيرة والضرفة الميني والضرفة الصغيرة والضرفة المتوسطة عشان نقدر نغطي كل الرينج. عشان كده تلاقوا بروتك في المشروع الاقتصادي موجودة، بروتك في المشروع السياحي موجودة، بروتك في الفيلا والقصر موجودة. ليه؟ لأن الرينج القطاعات كبير جدا، وهو ده اللي نقدر نغطي بيه كل الرينج اللي مطلوب يعني في القطاعات. بعد كده نخش على القطاعات المفصلي. عندنا القطاع المفصلي الكبير وهو اسمه هامر. تعالوا نبص عليه كده وأقول لكم الفيدباك بتاع العملاء عامل إزاي عليه. قطاع الهامر طبعا زي ما احنا شايفين حجم الضرفه عملاق جدا 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 جدا. الناس الفيدباك بتاع العمله في ويندو اكس النهارده في المعرض بتاع مصر للتشييد والبناء، الناس بتقول لي ده باب خزنه مش باب شباك ابدا يعني. طبعا القطاع ده عرضه 72.7 سم، وده يعتبر اكبر قطاع مفصلي برضه موجود في الماركت. وبروتك لما عملت الهامر والبانوراما عملتهم علشان تخدم اللي هي الفئه المرتفعه، يعني العميل اللي عايز حاجه فخمه، اللي عايز حاجه كبيره، اللي عايز قطاع ما فيهوش اي نوع من انواع الريفليكشن. طبعا كلنا بنشوف الظرف المفصلي البي بي سي الموجوده في السوق لما بتهز الظرفه بص تلاقيها عامله زي الجيلي في ايدك، الظرفه طريه خالص. قطاع بروتك علشان قطاع متعالج كويس قوي ضد الحراره، وقطاع متعالج كويس قوي ضد اليو في، فهتلاقي ان القطاع ماسك نفسه معصب غير القطاعات الثانيه الموجوده في الماركت المستورده اللي هي مش معموله لجونا اصلا. بعد كده نخش على اصغر قطاع مفصلي عندنا اللي هو بالمناسبه مش صغير بالمره، يعني ده قطاع ال 60 وده اصغر قطاع مفصلي.
عرض الجلسة 6 سنتي تمام. ونشوف حجم الدرفة برضو. طبعا قطاع ملوش اي علاقة بالصوغ، هو شبه القطاعات الموجودة في الماركت برضو اللي هي القطاع ده بالنسبة لنا ده الايكونوميك يعني. طيب ندردش شوية حوالين حاجتين. اول حاجة الكاوتش شكله ايه؟ احنا الكاوتش بتاعنا مش اي بي دي ام، واحنا الكاوتش بتاعنا سوفت بيور بي بي سي، وده ده ليتست تكنولوجي في الدرايف، وده مديله جرانتي 10 سنين مع القطاع اللي بياخد برضو جرانتي 10 سنين. لاحظتوا واحنا بنتفرج على الفيديو ان معانا مش ابيض وبيج بس، ومش لمن الخشب بس، احنا عندنا نقدر نعمل كل الالوان، لان احنا بنسحب القطاع هنا في مصر وندي جرانتي برضو على الالوان 10 سنين. شكرا ليكم وتابعونا.